بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض الجزء الثالث من محاضرة الجي ام اوفر اي دي ديزاين ميثودولوجي. في الجزء ده بقى هنتكلم على قصة المصفت. فهنبدأ القصة كده من الأول بالمصفت بتاع زمان. المصفت اللي احنا اتعلمناه بقى زمان خالص ده كده عبارة عن ان تشانل مصفت. ببساطة كنا بنقول ان المصفت ده بيأكت از كاباستور. لو انت عملت ابلكيشن لبوزيتيف فولتج هنا عند الجيت ده، الأول هيعمل عملية ديبليشن، بعد كده هيبدأ يشد الكترونز في المنطقة اللي تحت الأوكسايد، فهيبني لك الشانل اللي هي بنسميها عملية الانفرجن. الانفرجن دي لأن أنا أصلا ببدأ ببي سبستريت، ولما أشد الكترونز أكني بخلي المنطقة دي عبارة عن ان تايب، يبقى أنا كده قلبت التايب بتاع الإيه، بتاع السيمي كوندكتور اللي تحت الأوكسايد، فبنسمي دي الانفرجن لاير أو بنسميها الشانل عشان هي بتوصل ما بين الإيه، ما بين السورس والدرين. طب إيه بيحصل عملية الانفرجن دي؟ في السمبليفايد موديل بتاع الماسفيت بنقول ان الانفرجن ده بيحصل لما الفي جي اس يكون اكبر من فولتج معين، بنسميه الثريشولد فولتج. فبالتالي اي فولتج زياده عن الفي ثريشولد اللي هو الفولتج اللي انا محتاجه عشان جاست فورم الانفرجن لاير او جاست فورم التشانل، بنسميه الاوفر درايف فولتج. الفي ثريشولد في حاله الماسفيت الحقيقه نقدر نعمل له تيوننج اثناء الفابريكيشن عن طريق الدوبينج اللي انا بعمله او الفابريكيشن ميثود اللي انا بستعملها لما اجي فابريكيت الماسفيت. فبالتالي هتلاقيه بيفاري حسب طبعا التكنولوجي، وجوه نفس التكنولوجي هتلاقيه برضو عندك كذا فليفر. احيانا بيكون فيه لو في ثريشولد وريجولار في ثريشولد وهاي في ثريشولد. طيب بالنسبه بقى للناس بتوع الانالوج، انا عايز زي ما قلت اشغل الترانزستور ده از فولتج كنترول كارنت سورس. الكلام ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما بيحصل حاجه اسمها البينش اوف، ان الشانل تتخنق عند الايه؟ تتخنق عند الدرين. هي دي عمليه البينش اوف. ده بيحصل امتى؟ لما يكون الفولت ما بين الجيت والدرين اصغر من بي ثريشولد، او لو قلتها بقى بدلاله الفي دي اس، لما يكون الفي دي اس اكبر من الاوفر درايف فولتج، ساعتها الكرنت بتاعي بي ساتوريت. واللونج شانل بقى موديل بيقول لك ان الكرنت بيبقى جيفن بالكوادراتيك ايكويشن دي اللي احنا بنسميها السكوير، اللي هو عشان التربيع اللي موجود هنا. ببساطه بتقول لك ان الدرين كرنت هو ده كده الاوتبوت كرنت اللي احنا بنتكلم عليه لما كنا بنتكلم على الايه، على الابستراكت موديل بتاع الترانزستور. والفي اوفر درايف هنا او الفي جي اس بقى هيكون هو الكنترول فولتج، والفي اوفر درايف ده زي ما قلت الفولت اللي زياده عن الايه، الفولت اللي زياده عن الفي ثريشولد. طب لو جينا نفيجواليز الكلام ده، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ارسم بقى الاوتبوت كارنت بتاعي اللي هو الاي درين بقى في الحاله دي، الكارنت اللي ماشي في الدرين تيرمينال فيرسس الكنترول فولتج اللي هو الفي جي اس. طيب لو خدت السكوير رو ده اللي هو الكتاب بيقول عليه، هيطلع معاك عباره عن كوادراتيك ايكويشن اللي هو الخط الايه دوتد بالشكل ده. طيب لو رحت جبت لونج شانل مصفت، مصفت ال ال بتاعته بتساوي 2 مايكرومتر، هلاقي ان الكاركترستكس هي الزرقاء دي فعلا قريبه من الايه، قريبه من التكست بوك موديل. يعني الناس اللي كانوا بيحطوا الايه، بيحطوا الموديل ده ما ضحكوش علينا، فعلا لا فعلا الاثنين بيفيدوا بعض. طيب نفس التكنولوجيا، نفس كل حاجه، بس هستعمل ال صغيره، هستعمل ال بتساوي 0.2 مايكرو. خد بالك ده يعتبر يعني لما تقارنه بالستيت اوف ذا ارت ما يعتبرش حاجه، يعني شورت شانل قوي يعني. ده كده تتكلم على 200 نانومتر، والناس دلوقتي بتتكلم على فيو نانومترز. طب هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في ديفيشن كبير جدا في الحقيقه ما بين الكاركترستكس بتاعت الشورت شانل ديفايس ده وما بين الايه؟ وما بين السكوير لو او الكوادراتيك ريشيو. خد بالك ان التو ديفايسز دول انا واخد لهم هما الاثنين نفس الريشيو، نفس الدبليو اوفر ال، الاثنين ليهم نفس الدبليو اوفر ال عشان اثبت الايه؟ عشان اثبت الريشيو اللي موجوده هنا اهو. انا واخد الاثنين نفس الدبليو اوفر ايه؟ نفس الدبليو اوفر ال. ده 20 مايكرون على 2 مايكرون، يعني الريشيو بيساوي 10، وده 2 على 0.2، يعني برضه الريشيو بتاعتي برضه بتساوي ايه؟ بتساوي 10. طيب جميل، تعالى برضه ايه نفكر، احنا عايزين ايه من الترانزستور ده في الحقيقه؟ انا عايز منه ترانس كوندكتنس. طب ايه هي الترانس كوندكتنس؟ الترانس كوندكتنس هي السلوب بتاع الكاركترستكس دي. فهتقول نفس الايه حاجه اللي احنا كنا بنقولها قبل كده، لو جيت ابص هنا هلاقي السلوب صغير، فلو تلاقي لو اشتغلت في المنطقه دي هحصل على جي ام صغيره قوي. لو عايز جي ام كبيره محتاج تروح بقى في المنطقه دي، او هي دي السلوب فيها كبير شويه، او هنا هتاخد جي ام ايه؟ هتاخد جي ام كبير. طبعا هنلاحظ ان بما ان الشورت شانل ديفايس ده السلوب بتاعه اصغر، فبالتالي هيديك جي ام ايه؟ هيديك جي ام اصغر من الجي ام بتاعت اللونج شانل ديفايس. طيب الكلام ده كده جرافيكالي، طب تعالوا نشوفه اناليتيكالي. اناليتيكالي هاخد المعادله بتاعت الكرنت دي وافاضلها. طيب لما افاضل المعادله دي هيطلع ايه؟ بكل بساطه التربيع ده هينزل تحت، هيطير مع مين؟ هيطير مع ال2، وهيديك معادله الجي ام بالايه؟ معادله الجي ام بالشكل ده. طبعا انا متوقع طبعا ان هيطلع معايا ايه؟ طالما كوادراتيك هفضلها يبقى هيطلع لك حاجه لينير بكل بساطه يعني. فانا عندي هنا فعلا الجي ام اهي لينير مع مين؟ لينير مع اوفر درايف فولتج. الايديال كاركترستكس بتاعت السكوير لو
هي الجيفن باي الدوتد لاين اللي احنا شايفينه هنا اهو، ده خط كده اهو لينير مستقيم زي ما احنا متوقعين. كل لما هحط ايه، كل لما هحط بايس كارنت اكبر، كل لما هبايس في نقطه هنا اهو هاخد جي ام ايه، هاخد جي ام اكبر. طيب ايه كمان لما تيجي تبص بقى على ايه، على الشورت شانل ديفايس، لا ده مختلف. ليه مختلف؟ زي ما احنا شايفين الكاركترستكس بتاعتي بقى ما هياش كوادراتيك، الكاركترستكس اللي احنا شايفينها هنا قريبه من ان هي تكون عباره عن خط مستقيم، او ده كده اقرب ان هو يكون خط مستقيم. طب الخط المستقيم ده لما فضله هيديك ايه؟ هيديك كونستنت، وده فعلا اللي بيحصل. الاول ما كناش بكاركترستكس شبه الكوادراتيك، فبلاقي ان الجي ام ايه بتزيد معايا لينيرلي، وبعد كده بمشي بلينير كاركترستكس فبلاقي ان الجي ام بتاعتي بتساتيوريت. فمهما تبوش بقى كارنت زياده، خد بالك انا كل لما هزود الفي جي اس بتاعي، كل لما هزود البايس كارنت اللي هيمشي، انت كده عمال تزود في البايس كارنت، تزود في البايس كارنت، والجي ام بتاعتك ثابته، يعني عمال تدفع للترانزستور زي ما انت بتدفع كارنت وتاخد جي ام. لو انت قعدت تزود الفي جي اس بالشكل ده، انت عمال تدفع كارنت وما بتاخدش جي ام زياده، هي نفس الجي ام ما بتاخدش اكتر ايه؟ ما بتاخدش اكتر منها. طب ايه السبب ان الكاركترستكس بتاعت الشورت شانل مختلفه بالشكل ده؟ في الحقيقه الكاركترستكس بتاعت الشورت شانل بتكون مختلفه، ان بيكون عندي فيزيكال افكتس بتحصل في الشورت شانل ديفايس ما كانتش موجوده في اللونج شانل ديفايس. يمكن من اهم الافكتس دي اللي هي الفيلوسيتي ساتوريشن والموبيليتي ديجراديشن. الفيلوسيتي ساتوريشن دي بيحصل ايه يعني از ريزلت؟ يعني احنا بالنسبه لنا كسيركت ديزاينرز في الاخر بنهتم بالاي والفي، حتى لو انت مش فاهم الديتيلز بتاعت الفيزيكس اللي بتحصل جوه، انت المينيمم بالنسبه لك انك تكون فاهم الاي في كاركترستكس هتتاثر ازاي. فالفيلوسيتي سات بيخلي الديبندنس بتاع الكرنت فيرسس الفي جي اس بدل ما يكون كوادراتيك لا بيكون لينير. دي اول حاجه خطيره جدا في الفيلوسيتي ساتوريشن، فبدل ما عندي هنا كوادراتيك كاركترستكس لا ده انا عندي هنا لينير ايه؟ لينير كاركترستكس. شفنا تاثيرها بقى ان بدل ما الجي ام هتفضل تزيد كل لما ازود البايس كارنت، لا ده الجي ام بتاعتي هت ايه؟ الجي ام هتساتشوريت. برضه في حاجه مهمه جدا جدا في الفلاستي سات، ان الكارنت بتاعك في الحقيقه بيفقد الديبندنس بتاعه على ال. احنا دايما عارفين ان الكارنت بروبورشنال للريشيو دبليو اوفر ال. في الفلوستي سات بقى لا، البارامتر اللي اسمه ال ده تاثيره بيبدا يقل تدريجيا لحد لما ينعدم بالايه؟ لما ينعدم بالكليه. فلما صغر ال بتاعت الديفايس ده مش بيديك اكسترا ايه؟ ده مش بيديك اكسترا كارنت. طب زي ما قلنا احنا اهم حاجه بالنسبه لنا هي الجي ام. والملاحظه بقى الخطيره من الشورت شانل افكتس، ان بدل ما الجي ام هتفضل تزيد لينيرلي، لا دي هتساتيوريت عند اللارج ايه؟ عند اللارج اوفر درايف فولتج. طيب يبقى الكونكلوجن ايه؟ الكونكلوجن في الحقيقه ان السكوير لو اللي احنا متعودين عليه في الحقيقه مش بيوصف البيهيفير بتاع الشورت شانل ديفايس بطريقه اكيوريت. هو لو الديفايس بتاعي ال ال بتاعته كبيره هيكون معقول ريزونبل، مش وحش قوي، بس يعني في الحقيقه هنشوف قدام ايه المشاكل بتاعته. لكن لو عندي شورت شانل ديفايس فهيبقى الكاركترستكس بتاعت السكوير لو بعيده عن الاكشوال كاركترستكس بتاعت الايه؟ بتاعت الديفايس بتاعي، خاصه لو رحت الاوفر درايف فولتج كبير. خد بالك انت لو انت شغال هنا اهو كده اوفر درايف فولتج صغير هيكونوا الاثنين قريبين من بعض، لكن لو اشتغلت باوفر درايف فولتج كبير هتلاقي يبدا يحصل بقى ديفيشن ما بين اللونج شانل كاركترستكس والشورت شانل كاركترستكس. طب جميل، يبقى احنا كده عرفنا الكرنت الاي في كاركترستكس وعرفنا الايه؟ وعرفنا الجي ام. تعال بقى نبص على اهم بارامتر بنتكلم عليه النهارده اللي هي الترانزستور افشنسي اللي هي الجي ام اوفر اي دي. طب نجيبها ازاي؟ ببساطه هنمسك معادله الجي ام نقسمها على معادله الايه؟ نقسمها على معادله الاي دي. طب لما اقسم الاثنين على بعض هيطلع معايا ايه؟ هتلاقي الميو سي اكس تطير مع الميو سي اكس، دبليو اوفر ال هتطير مع دبليو اوفر ال، البي اوفر درايف هيطير مع التربيع اللي هنا ده، وهيفضل معاك ان الريشيو بيساوي 2 على في اوفر درايف، او بمعنى اخر 2 على في جي اس ماينس ايه؟ ماينس في ثريشولد. ده الكلام اللي بيقوله لك السكوير لو. طب تعالى نرسم كده الكاركترستكس بتاعت اكشوال ترانزستور تطلع عامله ازاي؟ دي كده الجي ام اوفر اي دي بتاعت اكشوال ترانزستور. الكلام بتاع السكوير لو اللي هو الخط الدوتد ده بيقول لك ايه؟ الخط الدوتد ده، الخط الدوتد ده بيقول لك ان انت كل لما تقلل الاوفر درايف بتاعك، كل لما اقلل الاوفر درايف الافشنسي بتزيد. خد بالك تاني ان دي هي عباره عن الترانزستور افشنسي، دي الافشنسي بتاعت الترانزستور. انا باخد ايه من الترانزستور على انا بدفع ايه للترانزستور، ايه البايس كارنت اللي انا بدفعه للترانزستور. فالمعادله دي بتقول لك ان انا كل لما هقلل الاوفر درايف فولتج، يعني همشي في الاتجاه ده كده اهو،
كل لما الافشنسي هتزيد. بس المعادله دي في الحقيقه بتقول لك ان عند في جي اس بتساوي في ثريشولد، او بمعنى اخر عند الفي اوفر درايف بتساوي صفر، انا هحصل على انفينيت افشنسي. طبعا الكلام ده مش صحيح، ده كده المعادله دي كده رايحه لايه؟ رايحه للانفينيتي. في الحقيقه بتروح للانفينيتي؟ لا طبعا. ما بيحصل ايه؟ بتساتيوريت زي ما احنا شايفين كده اهو، بتساتيوريت بالشكل ده. الجي ام اوفر اي دي الافشنسي سيمنز بير امبير بتساتيوريت. طب تعالوا برضو نقارن تاني ما بين الايه، ما بين اللونج شانل والشورت شانل بيهيفير. هنلاقي ان فعلا في المنطقه دي كده اهو، لا اللونج شانل موديل او السكوير لو بيديك ريزونبل ايه، ريزونبل اكيورسي في الحقيقه. طب بس في الشورت شانل ديفايس برضو عندي سيجنيفيكانت ايه، عندي سيجنيفيكانت ديفيشن. برضو نرجع تاني للملاحظه اللي كنا بنقولها، ان السكوير لو بتاعي ما بيقدرش يوصف في الشورت شانل ديفايسز بطريقه اكيوريت. لكن في الحقيقه الكيرف ده بيقول لك ملاحظه اهم في الحقيقه. ايه الملاحظه الاهم بقى؟ ان في المنطقه دي او في المنطقه دي اللي هي بقى وانا اقل من الفي ثراشولد، خد بالك ان الفي ثراشولد زي ما احنا قلنا هو المفروض الفولت اللي بتبدا عنده للشانل تتكون ويبدا الكارنت يمشي. فلو انا بقى في المنطقه اللي هي لما اقرب قوي من الفي ثراشولد وبعد كده اروح بقى سب ثراشولد اللي هي بنسميها منطقه الويك انفرجن، او دي كده منطقه الويك انفرجن، السكوير لو بيديك كومبليتلي invalid results. يعني هو في الحقيقه مش بيوصف المنطقه دي نهائيا. السكوير لو بيوصف لك البروبرتيز بتاعه التنسل بتاعك لو انت عملت عمليه الانفيرجن بقوه. احنا زي ما قلنا فكره الموسفت ان انا بحط الفولتج اللي هو الفي جي اس عشان يعمل لي انفيرجن تحت الاوكسايد. فلما احط فولتج كبير بنسميها سترونج انفيرجن، انا عملت انفيرجن قوي. والله لما تعمل انفيرجن قوي تعمل تشانل كده محترمه مليانه الكترونز، معاك حق هيكون السكوير لو بيديك ريزونبل ايه، ريزونبل كاركترستكس زي ما احنا شايفين. لما تعلي الفي جي اس قوي يبدا يظهر معاك الديفيشنز بتاعت الايه، بتاعت الفلوستي سات والموبيليتي ديجريديشن. طيب لكن لو رحت بقى ناحيه الويك انفيرجن، خد بالك هو على طول اي فولتج يعني اي بوزيتيف تشارج هتحطه على الجيت هو هيعمل لك سام انفيرجن، بس هل الانفيرجن ده ويك ولا سترونج؟ لو الانفرجن ده ويك او بمعنى اخر انت لسه ما وصلتش للفي ثراشولد، هتلاقي ان الريزلتس بتاعت السكوير لو كومبليتلي انفاليد. البيهيفير ده مش عندي في السكوير لو، السكوير لو ما قاليش على البيهيفير ده، ما قاليش ان الجي ام اوفر اي دي هتساتيوريت بالشكل ده، دي ما كانش معلومه موجوده في الايه، في السكوير لو بتاعي. طيب دي اول حاجه. طيب تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه ان خلاف بقى ما كنا بنتكلم على البي جي تي، احنا بنقول ان البي جي تي هي جي ام اوفر اي دي واحده، هي افشنسي واحده معاك كده كده ومضمونه وما تخافش وما تقلقش مش محتاج تفكر فيها. لا ده الايه، ده المواصفات الموضوع مختلف. ده الجي ام اوفر اي دي بتاعتك بتعتمد على البايس بوينت، والله على حسب انت عامل بايسنج للترانسفور بتاعك فين. يعني لو انا عامل البايسنج بتاعي هنا اهو في منطقه السترونج انفيرجن هتلاقي الجي ام اوفر اي دي قليله جدا جدا، ولو انا عامل البايسنج بتاعي في الويك انفيرجن المنطقه اللي انا كنت في الحقيقه بهملها قبل كده وانا عندي هنا جي ام صغيره هلاقي ان جي ام اوفر اي دي كبيره في الحقيقه. انا عندي لارج جي ام اوفر اي دي او جود افشنسي في الحقيقه في الويك انفرجن، وعندي لو جي ام اوفر اي دي او لو افشنسي في السترونج انفرجن. خد بالك ما تخلطش ما بين الجي ام اوفر اي دي والجي ام نفسها. فالجي ام زي ما قلنا هي السلوب، انا عندي هنا سلوب صغير جي ام صغيره، عندي هنا سلوب كبير يعني جي ام كبيره، بس الريشيو بقى اللي هي الافشنسي يعني انا باخد قد ايه مقابل اللي انا بدفعه. هنا باخد كتير مقابل ان انا بدفعه، يعني انا باخد جي ام صغيره بس برضه ما بدفعش حاجه، بدفع كارنت صغير. انا هنا باخد جي ام كبيره بس بدفع كارنت كتير قوي، فالافشنسي بتاعتي ايه؟ فالافشنسي بتاعتي قليله. فالكونكلوجن هنا ان الجي ام اوفر اي بتاعت المصرف ده ما هيش حاجه تيكن فور جرانتد بقى، دي مش حاجه مضمونه زي البي جي تي، لا دي بتتغير وبتتغير جامد زي ما احنا شايفين اهو، بتتغير اولموست اوردر اوف ايه؟ اوردر اوف ماجنتيود من الويك انفرجن للسترونج ايه؟ السترونج انفرجن. فان انا بقى اعمل تيوننج للجي ام اوفر اي دي، يعني بمعنى اخر اختار الافشنسي بتاعت الترانزستور او اعمل بايسنج للترانزستور بتاعي عشان يديني افشنسي معينه، هي دي بقى الكور بتاع الجي ام اوفر اي ديزاين ميثودولوجي. يعني قلب الميثودولوجي دي ان احنا عايزين نثينك بالكوانتيتي دي، ازاي ان انا اظبط الترانزستور عشان يديني افشنسي معينه. في الاخر الافشنسي دي هي اللي هتحدد زي ما قلنا انا بدفع كارنت قد ايه للترانزستور، باور كونسامشن قد ايه، وباخد جي ام قد ايه اللي هي هتترجم بعد كده لسبيد ونايز. ففي الاخر انا عايز اشوف الافشنسي بتاعتي بتساوي كام، او ازاي ان انا ديزاين الموسفت ده عشان يديني الافشنسي اللي هتحقق الريكوايرمنتس بتاعت السيركت اللي انا ايه، اللي انا بعمل لها الديزاين. طب لما نيجي ناخد بقى الكلام ده كله ونفكر مع بعض كده في السكوير لو بقى، هل السكوير لو خلاص وصل لنهايه حياته؟ يعني احنا هل وصلنا للسكوير لو اند اوف لايف؟ هل هو حاجه يوزلس وخلاص مش محتاج ان حد يفكر فيها تاني؟
طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ايه اللي احنا عملناه. احنا قلنا ان السكوير لو في السترونج انفيرجن مش هيكون اكيوريت، مش هيكون اكيوريت نتيجه للشورت تشانل افكتس زي الفيلوسيتي ساتوريشن وزي الموبيليتي ديجراديشن. وفي الويك انفيرجن بقى قلنا ان هو بيفيل كومبليتلي، اصلا مش بيوصف الايه الريجن دي اصلا، ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل في الايه، عن اللي بيحصل في الويك انفيرجن. طيب رغم الكلام ده في الحقيقه هتلاقي ان السكوير لو في الحقيقه لسه ستيل فيري كومن، لسه ستيل فيري كومن، سواء بنتكلم بقى على انالوج اي سي ديزاين كورسز او حتى بنتكلم على بروفيشنال ديزاينرز، هتلاقيهم لسه برضه مين بيفكروا بعقليه السكوير لو. او لما نيجي نتكلم انك هتروح انترفيوز مثلا، تعمل انترفيوز لحد، هتلاقيه برضه بيسالك على السكوير لو. طب ليه التناقض الغريب ده؟ التناقض الغريب ده في الحقيقه اللي بيفسره ان احنا في الانالوج ديزاين ستيل بنستعمل لونج ال، حتى لو بنتكلم دلوقتي على حاجات سب 10 نانومتر تكنولوجي نودز سب 10 نانومتر، لسه بنستعمل في الانالوج ريلاتيفلي لونج ال، نتيجه ان احنا في الانالوج بنفكر بندور على سبيكس مختلفه شويه عن الناس بتوع ديجيتال بيفكروا فيها. وكمان في الانالوج بنستعمل اوفر درايف فولتج صغير، زي ما شفنا الديفيشن لما يكون اوفر درايف فولتج صغير مش بيكون كبير قوي. ليه؟ لان الشورت شانل افكتس في الحقيقه بتظهر اكتر لما يكون عندك فولتج كبير، لما يكون الفولتج بتاعك صغير سواء البي جي اس صغير او الفي دي اس صغير ما بتظهرش قوي الشورت شانل ايه، الشورت شانل افكتس. فده اول سبب. تاني سبب ان السكوير لو هو فيري سيمبل موديل، والفيري سيمبل موديل ده بيدي للديزاينر حاجه مهمه جدا اللي هي الانتويشن بتاع الديزاينر، ان هو بيديله السنس او بيديله ان هو يفهم الترندز، يعني اعمل ايه عشان ازود كذا، اعمل ايه عشان لما اغير البارامتر ده هيزيد ولا هيقل معايا. فبالتالي السكوير لو في الحقيقه هو ستيل مهم جدا عشان تفهم الترندز بتاعت السيركت، يبقى عندك انتويشن في السيركت. ولكن ده لا يعني ان انت ينفع تستعمل السكوير لو عشان تعمل بي سايزنج، مستحيل. ليه؟ زي ما قلنا هو اصلا ان اكيوريت خالص، هيديك ارقام لا معنى لها في الحقيقه، هيديك ارقام ملهاش اي معنى، وهتلاقيها كومبليتلي ديفرنت عن الارقام الحقيقيه اللي انت شايفها في الايه؟ اللي انت شايفها في السيميليشن. ده لو انت اشتغلت سترونج انفيرجن، اما بقى لو اشتغلت ويك انفيرجن فهو اصلا ملوش اي علاقه بالايه؟ ملوش اي علاقه بالويك انفيرجن. طيب امال ايه بقى الموديل بتاع المصمت في الويك انفيرجن؟ طالما السكوير لو ملوش اي علاقه بالويك انفيرجن، فبنستعمل بقى انهي موديل؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. نبص على الكاركترستكس دي تاني كده. احنا قلنا الكاركترستكس دي بالنسبه للسكوير لو هو ما يعرفش اصلا ايه اللي بيحصل هنا، بيقول لك ان الكارنت لو انت اقل من في ثريشولد الكارنت بيساوي صفر والجي ام بتساوي صفر. ده بالنسبه للسكوير لو كده، زي ما احنا شفنا لا ده انا عندي جي ام اوفر اي دي كبيره في الريجن دي، اهو دي كده بنسميها الويك انفيرجن ريجن اللي هي المنطقه دي، الانفيرجن بتاع التشانل صغير، ودي كده هنسميها السترونج انفيرجن ريجن، والمنطقه بقى اللي في النص دي بنسميها المودريت انفيرجن ريجن. يبقى عندي كده ويك انفيرجن وعندي سترونج انفيرجن وعندي مودريت انفيرجن. مفيش حد فاصل قوي في الحقيقه ما بين الريجنز دي، يعني مفيش باوندري معين تقول لي عند الفولت ده بالظبط ده الحد ما بين الويك والمودريت او ما بين المودريت والسترونج، بس يعني از رف كده ابروكسيميشن ممكن تقول كده ان الجي ام اوفر اي دي ما بين ال 20 وما بين ال 10، اه دي كده منطقه المودريت انفيرجن. لو انت اكتر من ال 20 يبقى انت كده رحت ناحيه الويك انفيرجن، لو انت اقل من ال 10 يبقى انت كده رحت ناحيه الايه؟ ناحيه السترونج انفيرجن. طيب تعال برضه نفكر هيطلع الموديل بتاع المصفت عامل ازاي. طب احنا كنا قلنا معلومه قبل كده، ايه هي المعلومه دي؟ قلنا قبل كده ان الجي ام اوفر اي دي مرتبطه بالسلوب بتاع الكرنت لما الكرنت يترسم على لوج سكيل. طيب انا عندي هنا في الويك انفيرجن الجي ام اوفر اي دي اولموست كونستنت، اهي بتساتيوريت اهي اولموست كونستنت. طب لما يكون الجي ام اوفر اي دي كونستنت، طب ده معناه ايه او بيفكرك بايه في الحقيقه؟ الله ده بيفكرني بالبي جي تي. طب البي جي تي كان الجي ام اوفر اي دي بتاعته برده كانت كونستنت، بس كانت كونستنت على طول بقى. انا عندي هنا في الويك انفيرجن الجي ام اوفر اي دي كونستنت، طب ده معناه ايه؟ معناه ان السلوب بتاع الكرنت لما ارسمه على اللوج سكيل هيكون كونستنت. الله طب ده معناه ايه برده؟ معناه ان الكرنت هيبقى ليه اكسبوننشال كاركترستكس. يعني ايه؟ يعني زي بالظبط البيهيفير بتاع البي جي تي. فنرسم بقى الكرنت تاني، بس المره دي بدل ما هرسم الكرنت بتاعي على اللينير سكيل، لا انا هرسم الكرنت بتاعي على اللوج سكيل، ونفس اللي احنا توقعناه. المفاجاه ان انا عندي هنا اكسبوننشال كاركترستكس، والسلوب بتاعي هنا اهو زي ما احنا شايفين بيساوي ايه؟ بيساوي كونستنت. الله فالمفاجاه ان انا عندي في الحقيقه اكسبوننشال كاركترستكس في السب ثريشولد ريجن. طب برضه تعالوا نفكر اللي احنا كنا بنقول بقى ان احنا عايزين نعمل جرافيكال انتربريتيشن او فيجواليزيشن للترانزستور افشنسي. قلنا السلوب ده نفسه هو الجي ام، فهنا عندي جي ام صغيره عشان السلوب صغير، وهنا عندي جي ام كبيره عشان السلوب كبير.
طب والاسلوب هنا بقى هو ايه؟ لا ده الاسلوب هنا هو الجي ام اوفر اي دي او الترانزستور افشنسي. فهنا عندي سلوب كبير يبقى عندي افشنسي كبيره، وهنا عندي زي ما احنا شايفين سلوب صغير، الله يبقى كده عندي ايه؟ يبقى كده عندي افشنسي صغيره. هو ده نفس البيهيفير اللي انا شايفه هنا اهو. هو انا ببدا بسلوب صغير في المنطقه دي اللي هي منطقه السترونج انفيرجن، كل لما امشي كده هتلاقي ان السلوب بتاعك عمال يزيد، السلوب عمال يزيد، فالجيم اوفر اي دي عماله تزيد عماله تزيد لحد لما السلوب يبقى كونستنت، فالجيم اوفر دي هتساتيوريت في منطقه الايه؟ في منطقه الويك انفيرجن. يبقى انا عندي لو افشنسي في السترونج انفيرجن، مودريت افشنسي في المودريت انفيرجن، وهاي افشنسي في الويك ايه؟ في الويك انفيرجن. طب احنا كده فهمنا اللي بيحصل از اي في كاركترستكس، لكن يعني لو انا حابب افهم هو ايه اللي بيحصل جوه الديفايس نفسه، هو مش ده مصفت برضو ايه اللي قلبه خلاه ايه؟ ايه اللي قلبه خلاه بي جي تي؟ في الحقيقه في السب ثريشولد انت لسه شغال زي ما قلنا في الويك انفيرجن، فانت اولموست عامل ديبليشن ريجن تحت الايه؟ تحت الاوكسايد. وانت يعني بتبدا اول مرحله الديبليشن، بعد كده تنقل على مرحله الايه؟ تنقل على مرحله الانفيرجن، عشان كده سميناه الويك انفيرجن. طيب دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان انت عندك ستراكشر عباره عن ان بي ان. الله، طب ما هو ده البي جي تي. البي جي تي هو عباره عن ان بي جانكشن او بي ان جانكشن، اهو ان بي ان عباره عن 2 بي ان جانكشنز. فانا عندي هنا فعلا 2، ادي جانكشن اهي وادي جانكشن اهي، عندي 2 بي ان جانكشنز. فالمصفي بتاعك في الحقيقه بي بيهيف از ا باي بولر جانكشن ترانزستور. الله، طب ليه ما كنتش بشوف البيهيفير ده قبل كده؟ لان قبل كده كنت بتعمل هنا تشانل، واللي تشانل بمعنى اخر بقى كنت بتعمل شورت سيركت على البي جي تي ده. كنت شورت سيركت على ايه؟ ليه؟ ان خلاص وصلت السورس بالايه؟ وصلت السورس بالدرين. لكن لو انت ما عندكش تشانل، مش موصل السورس بالدرين، يبقى البيهيفير اللي انت هتشوفه هو البيهيفير بتاع البي جي تي. بس في اختلاف. ايه الاختلاف؟ ان البي دي كان البي جي تي داخل عليها على طول، اللي هي البيز بقى اهو، دي كده، دي النقطه دي كده، تعالى نسميها هي دي البيز. الجيت مش واصله بالبيز. الله، امال في بينهم ايه؟ في بينهم الاوكسايد ده كده اهو اللي هو السي اوكس. يبقى ما بين البيز اهو، دي كده البيز، دي السبستريت او البادي اهو، دي كده البالك عشان ما تلخبطش، ودي كده البي اللي هي البيز بتاعت البي جي تي اهو. ده كده كانه الاميتر اهو، وده كانه الكوليكتور بتاع البي جي تي. فالجيت بتاكسس البيز في الحقيقه عن طريق كاباسيتيف كابلنج او كاباسيتيف ديفايدر. الكاباسيتيف ديفايدر ده ما بين السي اوكس وما بين الديبليشن كاباسيتنس. ما الديبليشن ريجن دي هي عباره عن كاباسيتنس في الحقيقه. فانا بيهيف از بي جي تي، بس الفرق بقى ان انا ما عنديش دايركت اكسس على البيز، لا انا عندي كاباسيتيف كابلنج عشان اوصل لايه؟ عشان اوصل للبيز. طب لو جينا نطبق معادله الكاباسيتيف ديفايدر هتقول لك ايه؟ هتقول لك ان الفي بي اي بتساوي الفي جي اس. خد بالك الكاباسيتيف ديفايدر بيبقى عكس الفولتج ديفايدر. الفولتج ديفايدر بيقول لك الفولت اللي انا واقف عليه مقسوم على التوتال ايه؟ قصدي المقاومه اللي انا واقف عليها مقسوم على توتال ريزيستنس. هنا لا، هيبقى الكاباسيتنس اللي انت مش واقف عليه، انا عايز اشوف البيز اميتر فولتج، فانا هاخد الكاباسيتنس اللي انا مش واقف عليها اللي هي السي اوكس على التوتال كاباسيتنسز اللي هي السي اوكس بلس السي اي بلس السي ديبليشن. هاخد البارامتر ده كده وهعرفه، تمام، هسميه 1 اوفر ان او 1 اوفر ان. يبقى الفي بي اي بتساوي ايه؟ بتساوي الفي جي اس على الان، حيث الان هو الايه؟ هو الكاباسيتنس ريشيو. دي طبعا الان دي هتبقى دايما اكبر من الواحد، فبالتالي البيز اميتر فولتج الافكتيف فولتج اللي رايح للبارازيتك بي جي تي ده هيبقى دايما اصغر من الايه؟ اصغر من الجيت سورس فولتج. طب كلام جميل. طب هات بقى الاي في كاركترستكس. قال لك خد نفس الاي في كاركترستكس بتاعت البي جي تي بالظبط، هي بتاعت البي جي تي بالظبط، بس بدل الفي بي اي ده اهو هتشيل الفي بي وحط مكانه ايه؟ حط مكانه الفي جي اس على الان. ما هو ده الافكتيف بيز اميتر فولتج اللي عندك في الحقيقه. اه حطيت هنا اهو الفي جي اس على الان بالشكل ده، نفس الاكسبوننشال كاركترستكس بتاعت البي جي تي، بس اللي زياده معايا الفاكتور اوف ان ده اللي احنا بنسميه السب ثريشولد سلوب ايه؟ السب ثريشولد سلوب فاكتور. طب جميل، بيساوي كام بقى الان ده؟ يطلع بيساوي كام؟ لا هي حسب الريشيو دي، حسب الريشيو ما بين الايه؟ السي اوكس والسي ديبليشن، او بمعنى اخر لو انت كده بصيت عليها هيساوي 1 بلس السي ديبليشن على السي اوكس. طب انا عايزه كبير ولا عايزه صغير؟ لو انت عايز حاجه ايديال هتبيهيف زي البي جي تي، يبقى انا عايز الان دي تكون حاجه صغيره في الحقيقه. طب تكون حاجه صغيره، طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز مينيمايز السي ديبليشن وعايز ماكسمايز السي اكس، وده اللي بيحصل في الحقيقه بقى في الاس او اي وفي الفين فات تكنولوجيز في الحقيقه. فلو انت رحت شفت بالك موسفت، الموسفت بتاع زمان، بتلاقي الان بتكون كبيره شويه، بتكون في رينج فروم 1.2 ل 1.5،
لو رحت بقى الاس او اي او فين في التكنولوجي بتلاقي ان قربت قوي من الواحد، بتكون اراوند ال 1.8، بتكون اراوند ال 1.1. طيب تعال ناخد بقى الكلام ده ونروح تاني نحاول انتربريت ايه اللي بيحصل في الجيم اوفر اي دي بتاعتي في الويكند فيرجن. طب زي ما اتفقنا بقى، انا حاجه فاضل بقى معدل الكرنت تاني، بس الكرنت بتاعي دلوقتي بقى مش معدله سكوير لو، لا معدلته اكسبوننشال. خد بالك انا بتكلم بقى في المنطقه دي دلوقتي، في منطقه الويك انفرجن، مش بتكلم خالص في منطقه السترونج ايه، مش بتكلم في منطقه السترونج انفرجن. طيب هتفاضل الكلام ده هيديك ايه؟ هيديك الاكسبوننشال، هفاضله هيديك هو الاكسبوننشال، هو الدرين كرنت مقسوم على او مضروب في تفاضل الاكسبوننت، يعني هقسم على ان في تي. جميل، اعمل ايه بقى؟ اقسم ده على ده، فالدرين كارنت هيطير، يديك ان الجي ام اوفر اي دي هي زي بالظبط الجي ام اوفر اي دي بتاعه البي جي تي اللي هي 38.5، بس اتقسمت على الفاكتور ان. زي ما قلت انا عايز الفاكتور ان ده اعمل فيه ايه؟ عايز اصغره، عايز اوصله للواحد عشان فروم انالوج برسبكتيف اخد جي ام اوفر اي دي كبيره. هنبص على الموضوع ايه من ناحيه الديجيتال، بس فروم انالوج برسبكتيف انا عايز افشنسي عاليه. دي زي ما قلنا هي الترانزستور افشنسي، انا عايز افشنسي عاليه، يبقى عايز ماكسمايز الان ده عشان اخد افشنسي زي بتاعه الايه؟ زي بتاعه البي جي تي. لكن زي ما قلنا في البالك ماسفت ده ما بيحصلش. فلو احنا بصينا على الرينج بتاع الان، الان بتكون زي ما قلنا في 1.1 دي في حاله الاس او اي والفين فات، اب تو 1.5 في حاله البالك ماسفت. اقسم بقى 38.5 على الرقم ده، هيطلع معاك ان الجي ام اوفر اي دي ماكس بقى، او ده كده الماكسيمم بتاع الجي ام اوفر اي دي بيساوي من 25 ل 35 تقريبا. ده الرقم ده هتلاقيه كومن فور بالك موسفيتس، وده هتلاقيه بقى لما تروح ناحيه الايه؟ الاس او اي وناحيه الفين فات. طب ده كده فروم انالوج برسبكتيف. طب لو رحنا بصينا فروم ديجيتال برسبكتيف، زي ما الناس بتوع الديجيتال عايزين ايه؟ بيفكروا في السب ثريشولد سلوب. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت ان انا عايز اترن اون او اترن اوف الديفايس بسرعه with minimum voltage change، with minimum change in control voltage، انا عايز اعمل تشينج كبير في الاوتبوت كارنت. طب ده بيحسبوه ازاي؟ زي ما قلت انا هاخد الستوب ده في الحقيقه واحسب الانفرس بتاعه، او هاخد الستوب ده واحسب الانفرس بتاعه، ده اللي بنسميه بقى السب ثريشولد ستوب، ودي بقى سبب التسميه. ان انا بحسب الستوب ده في انهي ريجن؟ بحسبه في السب ثريشولد ريجن، اللي هي الريجن بتاعت الويك ايه؟ بتاعت الويك انفرجن. طب زي ما قلنا الستوب ده ما هو الا الجي ام اوفر اي دي، السلوب لما يكون الكارنت مرسوم على اللوج سكيل هو الجي ام اوفر اي دي. عشان انا باخد لابتو ذا بيس 10 طلع معايا الفاكتور اللي هو 2.3، هيطلع معاك بيساوي كام؟ في حاله البي جي تي كان طالع بيساوي 2.3 في الفي تي، في حاله الماسفت هيزيد معاك البارامتر اللي اسمه ان ده كده اهو. طب لما الان يزيد معاك اضرب بقى الان بتاعتك اللي هي فروم 1.1 زي ما قلنا ل 1.5، اضربها في ال 60، خد بالك في البي جي تي كان بيساوي 60، اضرب في ال 60 هتلاقيه بيديك حاجه فروم 66 تو 90 ميلي فولت. زي ما قلنا الناس بتوع الديجيتال عايزين ايه؟ عايزين يصغروا الرقم ده عشان الترانزستور يتيرن اون يتيرن اوف بسرعه، وبرده هم عايزين ايه؟ عايزين ان صغيره. يبقى سواء انالوج سواء ديجيتال احنا الاثنين عايزين ان صغيره، في الانالوج عشان نماكسمايز الافشنسي، وفي الديجيتال عشان نمينيمايز السب ثريشولد ايه؟ سلوب، او نماكسمايز بقى الاون تو اوف ايه؟ الاون تو اوف ريشيو. طيب جميل، نبص على البارامتر الثاني المهم بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو الانترنسيك جين. لو فكرتوا برده في الانترنسيك جين كان في البي جي تي كان ثابت، الانترنسيك جين في البي جي تي كان ثابت. طب في حاله بقى الموسفيت لا، هتلاقي الانترنسيك جين ده بيتغير. تعال نشوف الايكويشن بتاعته كده اهو. طيب الجين بيساوي زي ما قلنا جي ام في الار نود. طيب الار نود فكها، هي الفي اي على اي دي، الايرلي فولتج على الدرين كارنت، خد الجي ام والاي دي مع بعض اهو، اهي دي الافشنسي بتاعتنا، مضروبه في مين؟ مضروبه في الايرلي فولتج. يبقى الجين بتاعك بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الترانزستور افشنسي. في حاله البي جي تي دي كانت ثابته، في حالة الموسفيت لا دي مش ثابتة، يبقى الجين برضو هو كمان هيكون ايه؟ هيكون مش ثابت. طيب الايرلي فولتج في الموسفيت اقدر العب فيه؟ اه تقدر، كل ما هتكبر التشانل لينس بتاعتك كل ما هتحصل على ايرلي فولتج اكبر. ليه؟ ما كل ما بتكبر التشانل تاثير الدرين على الكرنت بيقل، سواء بقى نتيجه للتشانل لينس موديوليشن او الدرين اندوسد بارير لاورنج، تاثير الدرين فولتج بتاعك هيقل، فهتحصل على مور ايديال فولتج كنترول كرنت سورس، وبالتالي هتحصل على ايرلي فولتج ايه؟ هتحصل على ايرلي فولتج اكبر. طيب تعالوا نفكر الاول من وجهه نظر السكوير لو. من وجهه نظر السكوير لو، السكوير لو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الجي ام اوفر اي دي دي بتساوي 2 على الفي اوفر درايف. هو ده الكلام بتاع مين؟ ده الكلام بتاع السكوير لو. طب معناها ايه؟
معناها ان انا كل لما هقلل الفي اوفر درايف، يعني هروح ناحيه الويك انفيرجن، كل لما الجين هيزيد. ويمكن دي حاجه الناس بتتلخبط فيها، الناس بتفتكر ان انا لو انا عايز جين كبير لازم احط كارنت كبير. الكلام ده غلط في الحقيقه. اه لو انت عايز جي ام كبيره محتاج تحط كارنت كبير، اه دي صح. لكن لو انت عايز جين كبير في الحقيقه، لا انت عايز تروح ناحيه الويك انفيرجن، محتاج تحط كارنت ايه؟ محتاج تحط كارنت قليل في الحقيقه. طب لو جاي نرسم الايه الريليشن دي، يطلع ايه؟ يطلع الخط الضغط الاسود ده، ده كده هو السكوير ايه؟ ده كده هو السكوير لو. طب الترند بتاعه لما اخد لونج تشانل موسفت، بعد كده موسفت ال ال بتاعته ب 2 مايكرومتر، ده لونج تشانل. ده هو هو نفس ال W over L، بس ال L بتاعته ب 0.2 مايكرومتر، ب 200 نانومتر. فده كده عباره عن شورت تشانل ايه؟ شورت تشانل موسفت. هلاقي الترند هنا في السترونج انفيرجن برضو، يعني it is reasonable، مفيش فيها مش مشكله، ممكن ايه؟ ممكن ان هي قريبه من الحقيقه. ولكن الريليشن دي بتقول لك ان لما الفي اوفر درايف تروح ناحيه الزيرو، الجيم بتاعك هيروح ناحيه الانفينيتي. فالخط ده رايح فين؟ ده رايح ناحيه الانفينيتي عند الفي ثريشولد. هل ده بيحصل؟ طبعا ما بيحصلش. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الجيم بتاعك بيساتوريت. الجيم بتاعك زي ما كانت الجيم دي بتساتوريت، الجيم بيساتوريت. طب ليه؟ ما لو احنا رحنا بقى للسب ثريشولد موديل، ما هو السب ثريشولد موديل هو اللي بيقول لك ان دي بتساتوريت اهو. وطالما دي بتساتوريت يبقى الجيم بتاعك هو كمان هي ايه؟ هو كمان هيساتوريت. طب دي بتساتوريت عند انهي قيمه؟ عند 1 اوفر ان في تي، اللي هي زي ما قلنا زي بتاعت البي جي تي 38.5، بس مقسومه على مين؟ مقسومه على الان. فالريشيو دي في الحقيقه هتقول لك خلاص ان الجيم بتاعك الانترنسك جين هيساتوريت. بس خد بالك ان برضه نتيجه للفاكتور ان ده كده، دايما الموسفت هيساتوريت عند جين اصغر من الجين بتاع البي جي تي اهو. فالبي جي تي هيكون الانترنسك جين بتاعه كبير اكبر من الانترنسك جين بتاع الموسفت، سواء بتتكلم على شورت شانل موسفت او بتتكلم برضو على لونج تشانل موسفت. ان كده كده عندك الفاكتور اوف ايه؟ عندك الفاكتور اوف ان. ده الفاكتور اوف ان ده بيخلي دايما الافشنسي بتاعت البي جي تي اسوأ من الافشنسي بتاعت الموسفت، وبيخلي الجين الافشنسي بتاعت الموسفت اسوأ من الافشنسي بتاعت البي جي تي، والجين بتاع الموسفت اسوأ من الجين بتاع الايه؟ بتاع البي جي تي. عشان كده بنقول ان فروم انالوج برسبكتيف في الحقيقه البي جي تي احسن. الله ده بيديك جين اعلى، بيديك افشنسي اعلى، بيديك كمان نويز اقل، وكمان بيديك سرعه اعلى في الحقيقه. لو احنا مش بنتكلم بقى على الايه، على يعني ستيت اوف ارت تكنولوجي، بيديك سرعه اعلى من الموسفت. فالبي جي تي فروم انالوج برسبكتيف احسن. امال ايه اللي خلانا نستعمل موسفت؟ عشان عايزين نعمل ميكسد سيجنال ديزاينز. واللي بيدرايف التكنولوجي زي ما انتم عارفين المايكرو بروسيسورز والميموري اللي هم مين ديجيتال سيركتس بيحتاجوا السي موس. فاحنا كمان بتوع الانالوج لازم نروح معاهم نستعمل برضو ايه؟ نستعمل برضو سي موس. طيب تعالوا بقى نرفلكت على الكلام اللي احنا قلناه ده. لما نرفلكت على الكلام اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا على تو ريشوز مهمين. اول ريشو اللي هي الترانزستور افشنسي الجيم اوفر اي دي، تاني ريشو اللي هي الانترنسك جين. لو انا بصيت على التو ريشوز دول، لو رحت ناحيه الويك انفيرجن دي حاجه احسن، ده هيديني افشنسي عاليه وهيديني جين عالي برضه. فالمفروض يعني ان انا اقول ده حاجه جميله. اي نعم هتبقى دايما اقل من بتاعت البي جي تي نتيجه للفاكتور اوف ان ده اللي هو السب ثريشولد سلوب فاكتور ده، بس ستيل دي احسن حاجه اقدر اخدها بالنسبه للمصفت. طب هل ده معناه ان انا اروح اشتغل في الويك انفيرجن؟ لا طبعا. طب لا طبعا ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الكرنت بتاعك هنا في الويك انفيرجن بيكون اكسبوننشالي ديكريزنج، بيكون عندك فيري سمول كرنت. فيري سمول كرنت معناها ان انت عندك فيري سمول جي ام، جي ام هي كمان بتكون اكسبوننشالي ديكريزنج. فمش معنى ان انت عندك جي ام اوفر اي دي كبيره ان انت عندك جي ام كبيره، لا انت عندك جي ام صغيره جدا جدا. ليه؟ لان الاي دي هو كمان صغير جدا جدا، هما الاثنين ليهم اكسبوننشال كاركترستكس. لما تفاضل الاكسبوننشال اللي هو الكرنت هيديك برضه اكسبوننشال اللي هو الجي ام، الاثنين اكسبوننشال ديكريزنج. طب لما الجي ام تقل اكسبوننشالي يبقى السبيد هي كمان هتقل اكسبوننشالي، بالتالي هتلاقي السبيد بتاعت الدايره بتاعتك بطيئه جدا جدا. ده اللي بيخلي الويك انفرجن ما هواش اتراكتيف. الله تحضر. طب ايه المشكله يعني لما ازود الكارنت عن طريق ان انا ازود الويدز؟ خد بالك ان انا لو انا خدت الويدز ده كده اللي هو الاثنين مايكرون ده وقمت ضربه في 10، ايه اللي هيحصل في الكارنت؟ الكارنت كان هيتضرب في 10 هو كمان. ولكن مفيش مشكله، معاك حق الكارنت بتاعك هيزيد، بس عشان تجيب نفس الكارنت اللي كان عندك ايام السترونج انفيرجن انت مش محتاج تضرب في 10، محتاج تضرب في 10 اس 6 ولا 10 اس 5. فانت في الحقيقه هتحتاج اكسبوننشالي انكريزنج ويدز. عشان تعوض الاكسبوننشالي ديكريزنج كارنت انت محتاج اكسبوننشالي انكريزنج ويدز. لما تزود الويدز ايه المشكله فيها؟ المشكله انت هتزود الاريا اكسبوننشالي وهتزود البارازيتكس اكسبوننشالي،
والسبيد اللي انت عايز تجيبها هتضيعها في الحقيقه عن طريق البارازيتكس. اللود بتاعك مش هو بس السي ال الاكسترنال لود، انت عندك الانترنال بارازيتكس بتاعت الديفايس. لما زود الويدث بتاع الديفايس بطريقه اكسبوننشالي، دي معناها ان كمان البارازيتكس بتزيد اكسبوننشالي، فهتلاقي ان انت عندك ليميت من الانترنسك والاكسترنسك كاباسيتورز اللي موجوده جوه الترانزستور نفسه، مش من الاكسترنال كاباسيتورز اللي موجوده ايه اللي موجوده بره. طب ده يجرنا لايه دلوقتي؟ ده يجرنا ان احنا الويك انفرجن وحش عشان الدنيا بطيئه قوي قوي قوي، والكرنت اكسبوننشال ديكريزنج والجي ام اكسبوننشال ديكريزنج، والسترونج انفرجن وحش عشان زي ما احنا شايفين كده الافشنسي تعبانه قوي، وكمان الجين بتاعك تعبان قوي. الله، طب اعمل ايه؟ طب ما تيجي نشتغل في النص. في الحقيقه النص ده اللي احنا سميناه ايه؟ اللي احنا سميناه المودريت انفرجن، وده في الحقيقه بقى يعني ماتش مور بوبيلر دلوقتي عن ايام زمان. ايام زمان كان الناس كلها تحب تشتغل في السترونج انفرجن، كانت الدنيا مريحه ومفيش قوي ليميتيشن على باور كونسامشن، والسبلاي فولتج كبير وما عندكش مشاكل، والمودلز في نفسها كانت مش اكيوريت في الحقيقه. يعني المودلز كان كل المودلنج في الحقيقه تركيز المودلنج كله ان هو يموديل المنطقه دي، هي المنطقه اللي الناس بتستعملها، لكن ما كانش حد بيموديل في الموسفيت الويك انفرجن ولا المودريت ايه ولا المودريت انفرجن. فالانالوج ديزاينرز في الحقيقه ما كانوش بيثقوا في التو ريجنز دول، يقول لك لا انا هشتغل في السترونج انفرجن لان انا ما اعرفش في المودريت والويك انفرجن ايه اللي بيحصل، انا ما اعرفش المودلز بتاعتي دي اكيوريت ولا لا، ما اعرفش الفاوندري عملها فيريفيكيشن في الريجنز دي ولا لا. لكن دلوقتي الموضوع ما بقاش كده، بقى الموضوع بقى يعني ماتش مور كومن عن زمان، ماتش مور بوبيلر، والموديلنج اكيورسي اتحسن جدا مقارنه بايام زمان. الكرنت ستيت اوف ذا ارت مودلز في الحقيقه بتكون فيري كومبلكس، وبتوصف الديفايس بطريقه فيرلي اكيوريت لو هي اتعملت يعني اتعمل لها بارامتر اكستراكشن بطريقه صح. طيب ايه اهميه المودريت انفيرجن بقى؟ ايه ليه هو فيري بوبيلر؟ ان هو بيديك في الحقيقه معظم الويك انفيرجن بنفيتس، يعني بيديك افشنسي كويسه. انا فرق بين الافشنسي دي كده اهو والافشنسي دي كده اهو، يعني مش فرق ضخم قوي. انت بتتكلم على فرق مثلا ما بين هنا 27 فور اكزامبل مثلا، وهنا هاخد افشنسي ما بين زي ما قلنا ال 20 وال 10، ففرق مش مهول قوي. وبيديك جين كبير، هو برده الفرق ما بين الجين اللي هنا في الويك انفيرجن والجين في المودريت انفيرجن برده مش فرق ايه؟ برده مش فرق كبير قوي، فانا اوريدي باخد الجين الكبير، واوريدي باخد الافشنسي كبيره والجين الكبير، وفي نفس الوقت ما بخسرش قوي في الكرنت. لما اشتغل في الويك في المودريت انفيرجن في المنطقه دي، انا لسه الكرنت بتاعي لسه ما بداش يحصل له الشارب ديجراديشن. انا هنا زي ما قلت عندي مشكله في الافشنسي والجين، هنا عندي مشكله ان الكرنت بيديجريد اكسبوننشالي، انا هنا ما عنديش المشاكل دي. انا هنا عندي الكرنت از يعني فيرلي از فيرلي ويل. كمان اصلا في الشورت شانل ماسفيتس هم اوريدي سرعه جدا جدا جدا، انا مش محتاج السرعه الرهيبه دي، بيكون ليهم اف تيز رهيبه عندك هاندردز اوف جيجا هرتز، انا مش محتاج كل السرعه دي، فان انا اضحي شويه بالسرعه واروح للسترونج انفيرجن المودريت انفيرجن ذاتس اوكي، عشان هشتري قدام كده ايه؟ هشتري قدام كده افشنسي حلوه، وهشتري برده جين ايه؟ وهشتري جين حلو. الله، طب ايه المشكله؟ المشكله في الحقيقه ان زي ما كنا بنقول في الويك انفيرجن انت عندك موديل اللي هو مين؟ اللي هو السب ثريشولد موديل ده اهو، وحلو مفيش فيه مشكله. وفي السترونج انفيرجن انت عندك موديل اللي هو السكوير لو، هو مش اكيوريت بس على الاقل بيديك شويه ترند، يعني برضو ايه ممكن تمشي حالك بيه. لكن في المودريت انفيرجن في الحقيقه انت ولا الموديل ده فاليد ولا الموديل ده فاليد. في المودريت انفيرجن ريجن ولا الموديل بتاع السكوير لو فاليد ولا الموديل بتاع السب ثريشولد فاليد، فانت عندك المنطقه دي في الحقيقه از نوت موديلد باي ا سيمبل موديل، ما عندكش سيمبل اناليتيكال موديل انت كديزاينر تقدر تستعمله عشان تشتغل في منطقه المودريت ايه؟ في المودريت انفيرجن. طب هتقول لي طب وانا محتاج موديل ليه اصلا؟ مش مهم موديل، انا مش عايز موديل. الله، اقول لك لا، المودلز مهمه جدا. لا طب مهمه جدا ليه؟ قلنا اهميه الموديل ان هي بتخليك تاندرستاند الترندز بتاعت الايه؟ بتاعت السيركت، والمودلز بتساعد الايه؟ بتساعد الانتويشن بتاع الديزاينر. بس هنيجي بقى في تريد اوف يعني ازلي ما بين المودلز، ان المودلز لو كانت بسيطه هتديك الانتويشن اللي انت عايزه بس مش هتكون اكيوريت. زي مين؟ زي اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو السكوير لو والايه والسب ثريشولد موديل، هما مودلز بسيطه جدا بس ما هياش اكيوريت. طب لو رحت اعمل اكيوريت مودلز هيبقوا اكيوريت بس هيكونوا فيري كومبليكيتد، فبالتالي ولا هيدوك انتويشن ولا هيخلوك تعرف تعمل اي نوع من انواع الايه؟ من انواع الاناليسيس.
فلو احنا عايزين انتويشن وعايزين ترندز، اور مودلز ار ستيل اوكي، السكوير لو والسب ثريشولد، وهيدوك في الحقيقه الباوندريز بتاعتك. فانت في الحقيقه انت ما بين ده وده، انت ما بين منطقه الايه الويك انفيرجن اللي هو السب ثريشولد موديل، وما بين منطقه الايه السترونج انفيرجن اللي هي الايه اللي هي السكوير لو. فانت لو عايز تعرف الترندز بتاعتك، بص على الترندز في حاله السترونج انفيرجن، بص على الترندز في حاله الويك انفيرجن. في المودريت انفيرجن ده هتبقى ايه، هتبقى باينه باين بين الايه بين الاثنين. طب لو انا عايز بقى احسب سايزنج، عايز احسب ارقام في الحقيقه، انا عايز اعمل سايزنج، يبقى انا محتاج اكيوريت ايه، يبقى انا محتاج اكيوريت موديل. فازاي بقى نحل الايه، ازاي نحل المعادله الصعبه دي؟ انا عايز اكيوريت موديل عشان احسب منه السايزنج بارامتر، عايز اطلع ارقام. اه ان انا افهم الترندز دي حاجه جميله حلوه قوي، لكن في الاخر السيركت بتاعتي عايزه مني ارقام. انا مش هروح للسيميوليتر واقول له انا عايز هديك ترندات، لا انا عايز اديله ارقام عشان اعرف اديزاين الدايره بتاعتي. وده بقى اللي يجرنا النقطة الرابعة عندنا في المحاضرة، وهي ازاي اعمل ديزاين للمصفت، المصفت ديزاين بروبلم، ازاي احل السايزنج بروبلم بتاع المصفت. ده هيكون موضوع الجزء الجاي من المحاضرة.